معاها عن بعد. سيبكم من بعض البرامج اللي بتدور تجيب اي لعيبه من المتحف، لعيبه ممكن يكون الناس نسيتها او لعبت 3 دقايق بس يتجاب مخصوص علشان يهاجم الاهلي. بقول لكم كده ناس بيتظبط معاها، تعالى بس دوس في الاهلي شويه. في تفاصيل كتيره مخزيه ومزريه الحقيقه في الموضوع ده، هيجي وقتها وهنقولها لكم. لكن لما يكون في برنامج يعمل مداخله مع المدير التنفيذي لنادي هيدرسفيلد الانجليزي اللي يملك عقد رمضان صبحي واللي دخل معاه النادي الاهلي في تفاوض، فيتقال له ايه موقف النادي الاهلي، فيجي انصاف النادي الاهلي من خلال تفاوضه ومن خلال احترامه ومن خلال اسلوب العمل بتاعه على لسان الانجليزي مارك ديفلين مدير هيدرسفيلد مع الزميل ابراهيم فايق، نسمعه. منذ متى بدأ النادي الأهلي حديثه معكم حول تمديد إعارة رمضان صبحي ومن ثم من بعده شراؤه في الموسم المقبل؟ الأمر بدأ قبل انتهاء فترة كبيرة، قبل انتهاء فترة الإعارة، وبدأنا التفاوض مع الأهلي وكان الأهلي يريد شراء رمضان بشكل دائم، وكنا ننظر في البداية أن يقوم الأهلي بتمديد الإعارة فقط، وكنا نأمل أن يستمر رمضان في الأهلي، وتلقينا عرضا من الأهلي منذ عدة أسابيع لشراء النادي لشراء اللاعب، وقبلنا بالعرض، ونحن مستمتعين بعلاقات العمل مع النادي الأهلي لأنهم تميزوا بالأمانة الشديدة جدا معنا، وقبلنا العرض، وبالفعل رأينا أن هذا شيء عادل، وأيضا هذا شيء ربما كان يريد اللاعب يرغب فيه وهو أن يعود إلى النادي الأهلي بشكل دائم. تصرف النادي الأهلي معنا كان محترم جدا، قدرنا موقفه وتعاملنا معاه بمنتهى الاحترام. الرد ده مهم جدا لأنه يأتي في لحظة الكل يلوم النادي الأهلي على أسلوب التفاوض، أسلوب الاحتراف، ما فيش احترافية في سوق الانتقالات، ما فيش احترافية في التعامل، مع أن ناس كتير والله كويس الأمور دي يعني نص دي يا أستاذ إبراهيم أو أكتر. أنت دلوقتي ناس كتير بتقول إيه، هو أنت ليه ما بتجددش للعيبة بدري؟ أنا من طول عمرنا بنحاول نجدد اللعيبة بدري، بعض اللعيبه ما بتوافقش. ما هو الموضوع مش انت مش لوحدك، في لعيب يقول لك استناني لاخر عقد وبعدين نتكلم كويس. طب انت ليه ما بتجددش للعيبه 5 سنين؟ نفس الاجابه، انت اذا كنت بتتفاوض مع اللاعب طبعا انت عايز 5 سنين، يجي يقول لك لا 4، يا اما مش يعني له هو حق، هو بيدير حياته هو كمان ومعاه وكلاء وهو ادرى بظروفه، فانت بتروح لفن الممكن. التفاوض هو فن الممكن، مش فن انت عايز ايه، انت عايز ايه والممكن ايه. فانت الحمد لله ياتي الانصاف من الجهات المحترفه جدا اللي انت بتتعامل معاها، ولدرجه الراجل بيقول لك كنت اتمنى ان المفاوضات دي تنجح ويبقى الكابتن رمضان مع النادي الاهلي. هذا بيلخص الرد اللي ممكن كلنا نقوله. طيب على ذكر برضو الانجليز في الكرة، الكابتن أحمد حسام ميدو في البرنامج